حر ونار في جتتها، ان شاء الله يا رب يبقوا بالسم الهاري على قلبها. تخليكي جدع كده وتحط لها سم، خليني اخلص منها. عارفه يا بنتي يا شيري، لو خلصتيني منها اعمل لك تمثال ذهب. يا فرحتي يا اختي بالتمثال وانا بتعدم. وبعدين احنا مش ضامنين مين اللي هياكل من الاكل. افرضي بقى زياد حبيب القلب حب يدوق، هيروح فيها. وبعدين هشام ممكن يحصله، ونبقى خلصنا بقى على الرجاله كلهم في ليله واحده. الا زوزو حبيب قلبي حب العمر ده. وكمان هشام حرام، غلبان وطيب وبيسمع الكلام وماشي زي الالف. زي ما انت عايزه. طب اقفلي وهكلمك بالليل اول ما امشي من عندها. لا يا روحي، انا عايزه لايف. تطلعي لي بس مباشر، اشوف كل حاجه صوت وصوره، عايزه احس كاني قاعده معاكم بالظبط، ولا اي حاجه تفوتني. من غير ما تقولي يا روحي، كل الصور والفيديوهات هتبقى عندك اول باول. يلا باي. باي. هو هتعمل اللي بتقولك عليه ده؟ احنا ما صدقنا صلحنا العلاقه. وهي يعني نرمين هتروح توريها الصور؟ لا، هتوري له هو، وهيعرف ان انت لسه على اتصال بيها. ساعتها بقى هتبقى القفله وهنخسرهم للابد. لا هيبقى فيه محايله ولا الكلام ده. طب ممكن تبطل هاري بقى وتقولي عملت معاها ايه؟ مع مين؟ اللي كنت بتعمل لها العمليه النهارده الصبح، حبيبه قلبي اللي انا كنت لسه عندها بطمن عليها. انت بتقولي اطمنت عليها؟ يا هشام قولي بقى عملت ايه، عشان انا حاسه انك مخبي عليا حاجه. خبي عليك ايه بس؟ هكون خدت فص من الكبد ولا من الكلى ولا شلت الرحم؟ كانت صاحيه قدامي، هعمل لها ايه يعني؟ لا، في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، انت بس اللي جبان. ايوه يا ستي انا جبان. طب قولي بقى يا هشام عملت ايه بجد؟ عملت اللي قال لي عليه ضمير. انت بسم الله ما شاء الله ضميرك صحي قوي. يعني هي بجد كمان 15 يوم هتبقى حامل؟ بنسبة كبيرة. طب احنا كده البلان بتاعنا كله لازم يتغير. بلان ايه؟ هو انت مصدقه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طلقيهم واتجوزيها لي؟ ده كلام اهبل اللي في دماغك ده. طب خليك فاكر، عشان لما الهبل ده يحصل يبقى بيني وبينك رهان، قلم على وشك. طب جربي كده. ايه؟ عمليه ايه؟ حقن مجهري، لسه عارفه من اكرم حاله. وزي ما تقولش. مش عارفه يا ماما، ما قالتليش انا كمان. يعني ايه العمليه دي بتتعمل فجاه كده؟ لا طبعا، بيبقى متحضر من قبلها ومعروف ميعادها. طب ما كان لازم تقول لنا عشان نبقى جنبها. وبعدين كانت متفقه انها النهارده هتروح الشهر العقاري عشان تتنزل لي عن العقود. انا قاعده مستنياها. طب انت كلمتيها يا ماما؟ ما ردتش. انا مش فاهمه هي بتعمل ايه، تلعبني ولا في ايه في دماغها بالظبط؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.